اذا السلام عليكم في اول فيديو ديال السلسله الجديده ديالنا فاست اس في بي. غنديروا الدروس فيديو واحد بشكل سريع رابيدوس بالزربه، وغنبداو باش بالدرس الاول ديالنا اللي كيندرج في اول اونيتي، الدرس اللي كنسميوه عامه الدرس ديال لا تي بي او اللي سميتو لي رياكسيون ريسبونسابل دو لا ليبراسيون دينيرجي اون ماغازيني دون لا ماتير اورغانيك. ما علينا، الدرس لا تي بي اشنو فيه؟ غنبدا بواحد التقديم زوين انتروداكسيون. حنا شنو باغي نديرو؟ باغي الخليه ديالنا لي سيلول ديالنا باغي نصايبو لا تي بي اللي هو لا دينوزين تري فوسفات، ادينوزين تري فوسفات. شوف معايا كيفاش كيتصايب. اول حاجه خاصنا نديرو الهدم ديال الماده العضويه، وحنا غنشوفو في الماده العضويه في لا ماتير اورغانيك واحد السكر سميتو الجلوكوز، بطل العالم ديال السكريات هو الجلوكوز، سي 6 اش 12 او 6. شوف معايا مزيان، كنديرو ديغراداسيون ديال الجلوكوز. الخلايا ديالنا هذه هي لا سيلول كدير ليا ديغراداسيون ديال الجلوكوز، كتهدم الجلوكوز وكتصايب لا تي بي. كومون هاد الجلوكوز ملي كيتهدم فكنستخرجو منه طاقه، لان جزيئات الجلوكوز اللي هي سي 6 اش 2 او 6 فيها طاقه كامله، اون انرجي او ماغازين. خاصنا نهدمو هاد الجلوكوز، لاياش الخليه غتهدم الجلوكوز باش تستخرج ديك الطاقه. ملي الخليه غتستخرج ديك الطاقه لانرجي من الهدم ديال الجلوكوز فغتستعملها في واحد التفاعل زويون اللي سميتو لا فوسفوريلاسيون. فالخليه عندها لادينوزين دي فوسفات، واحد الجزيئه سميتها ادينوزين دي فوسفات هي هذه. لادينوزين هو هذا ا، سي ان نيكليوزي غتشوفوا من بعد، مهم ا، وجهاز معاه جوج ديال المركبات فوسفاتيه، هاز معاه جوج ديال لي فوسفات الاول والثاني. غنجمعوهم مع بي اي فوسفات انورغانيك، فوسفات سيليباتير بوحدو، غنكريفيو فيه غنلصقوهم هذا مع هذا، الأ دي بي مع بي بوحدو مع بي اي. باش نلصقوهم شنو خاصنا؟ خاصنا الطاقة اللي غنجيبوها من الجلوكوز، من الهدم ديال الجلوكوز. إذا الهدم ديال الجلوكوز عطاني طاقة، جمعت أ دي بي مع بي اي، سوديتهم، ولات عندي لا ليزون اللي هنايا اللي كتسمى ليزون فوسفو أنيدريك. إذا جمعت هذيك الطاقة اللي خرجت من الجلوكوز، صايبت بها، صنعت بها ليزون شيميك بيناش بين الا دي بي والبي اي، وكنكون صنعت الجزيئه ديال لا تي بي. علاش الخليه غتصايب هاد لا تي بي؟ لان لا تي بي هو ليسانس، هو المازوط، هو الغازوال ديال لا سيلول، هو باش كتحرك لا سيلول. الطاقه اللي قابله للاستعمال من طرف لا سيلول هي لا تي بي، هو الفلوس ديالها. اذا هاد لا تي بي ضروري خاص. شفنا كيفاش كيتصايب، يقدر التفاعل يطير في لو سونس انفيرس، ملي غتستعمل الخليه لا تي بي راه غترجع من هنا لهنا. متفقين؟ إذن الـ ADP زائد PE كيعطيني ATP، باش نجمع هاد الجوج خاصني طاقة كتجي من هاد الجلوكوز. هاد الهدم الجلوكوز فيه جوج ديال الطرق، الخلية باش تهدم الجلوكوز هي غتهدمو عن طريق الطريقة الأولى اللي سميتها لا ريسبيراسيون سيلولار، هي الطريقة الثانية اللي سميتها لا فيرمونتاسيون. الطريقة الأولى كتحتاج O2، هاهي تحتاج O2، الطريقة الثانية ما كتحتاجش O2، وبالتالي هادي كتسمى فوا ايروبيك، جايه من هواء كتحتاج الهواء او 2، وهذه طريقه لا هوائيه ان ايروبيك، متفقين؟ اللي هي لا فيرمونتاسيون. في الريسبيراسيون الجلوكوز كيتهدم كليا ديغراداسيون كومبليت، في الفيرمونتاسيون الجلوكوز كيتهدم جزئيا ديغراداسيون بارسيال. الى هدمت الجلوكوز كامل اش غيشيط منه؟ بقايا ما فيهمش الطاقه اللي هما بقايا معدنيه لي ديشي مينيرال. اما في الفيرمونتاسيون لي ديشي اللي كيشيطو فهما اورغانيك، ما فيهم باقا كميه ديال الطاقه فيهم. لي ديشي لي كيشيطو فيرمونتاسيون دي ديشي اورغانيك باقا فيهم الطاقة. كنصايب هنايا بزاف ديال لا تي بي 38 اولا 36 ا تي بي. في الفيرمونتاسيون كنصايب شويش لا تي بي اللي هو جوج ا تي بي. الفيرمونتاسيون ما تنساش فيها جوج الانواع غنشوفوهم من بعد، كاينة فيرمونتاسيون اللي كتسمى الكوليك، وكاينة فيرمونتاسيون اللي كتسمى لا فيرمونتاسيون لاكتيك. لاكتيك كاينين جوج غنشوفوهم في البارتي ديال الفيرمونتاسيون، متفقين؟ بالنسبة للريسبيراسيون فيها أربعة المراحل هما اللي غنشوفو دابا، ولا فيرمونتاسيون فيها جوج المراحل غنشوفوهم دابا، وندوزو للمرحلة الثانية. دونك أجي معايا دابا نشرحو المرحلة الأولى ديال سوا لا ريسبيراسيون سيلولار لا فوا أيروبيك، كتبدا باش بلا غليكوليز. كذلك المرحلة الأولى ديال لا فوا أنايروبيك اللي هي لا فيرمونتاسيون راه كتبدا بالجليكوليز. إذن الخطط بجوج، لا الفيرمونتاسيون ولا لا ريسبيراسيون سيلولار، فالمرحلة الأولى فيهم هي لا غليكوليز. تعال نكتشفوا أشنا هي لا غليكوليز. قبل ما نبداو لا غليكوليز خاصنا واحد بتي غابيل على لا سيلول، متفقين؟ لي سيلول أوكاريوت باش كيتميزو. في الخلية خاصك تكون عارف ليا أنها فيها واحد الغشة
اللي هو هذا فيها اشنو واحد الغشاء هذا الغشاء سميتو لا مومبران سيتوبلازميك او لا بلازميك لا مومبران بلازميك تعرفين مزيان اشنو اخر عندي واحد النواه واحد النوايو اللي ما غنحتاجوش دابا هذا سيتا نوايو ما غنحتاجش النوايو دابا تعرفين اشنو عندي اخر او نيفو دو لا سيلول اشنو خصني نعرف في لا سيلول جوج حوايج مهمين عندي انا في هاد الدرس الليانوبلازم او لا سيتوزول هو داك لو ليكيد اللي درت في الصفر هاد الشيء اللي درت في الصفر شنو هو سيلو يالوبلازم هاد يالوبلازم هو واحد السائل سيتا ليكيد فيسكو سيتا جيل كاين وسط الخليه كيعوموا فيه الاعضاء ديال الخليه بين الاعضاء ديال الخليه اللي كاينين كاين واحد العضو سميتو الميتوكوندري هاد الميتوكوندري تخيلوا هو الرئه ديال الخليه هو شنو هو البومون ديال لا سيلو سيتا نورغانيت عضو صغير كاين وسط الخليه تفقين كنسمع وضعي سيتا نورغانيت اللي هو الميتوكوندري اذا قال لي على اليالوبلازم اللي هو لو ليكيد فيسكو اللي كاين وسط لا سيلو اللي كيعوموا فيه لي زورغانيت كمثال الميتوكوندري اللي كيقرب على الفرق بين سيتوبلازم واليالوبلازم والسيتوزور راه تقريبا نفس الحاجه غير هو السيتوبلازم ملي كنجمع داك الليكيد بلوس دوك لي زورغانيت بحال الميتوكوندري انت ما عندك ما دير بهاد لو تيرم تبدا معايا مزيان كونسيرنو المرحله الاولى اللي هي لا غليكوليز المرحله الاولى اللي هي لا غليكوليز اشنو كنديروا فيها فاحنا كنديروا لا ليز ليز راه هي هضم غليكو هي غلوكوز كنديروا الهضم ديال الغلوكوز لا ليز ديال الغلوكوز كنفركشوا الغلوكوز اذا كيدخلوا مجموعه انزيمات دي زانزيم اللي كيقسموا باب هذاك الغلوكوز كيشدوا داك الغلوكوز وكيقسموه تعرفين ملي كيهرسوا داك الغلوكوز عن طريق مجموعه من لي رياكسيون اللي ما عندنا ما نديروا بهم حنا دابا في هذا الملخص ففي الغلوكوز كيعطيني اولا كيتقسم لجوج ديال لي موليكول داسيد بيروفيك كيعطيني جوج الجزيئات كيشاطوا منه اللي هما لاسيد بيروفيك دو فورمول بروت CH3CO-COH هاد لاسيد بيروفيك هو CH3CO-COH اذا حنا علاش هدمنا الغلوكوز باش نصايبو لا بي بي تعرفين مزيان فشحال صايبنا من ا تي بي اذا ملي هرسنا داك دقنا الغلوكوز خرجنا واحد الطاقه من ديك الغلوكوز باش درنا داك التفاعل اللي شفنا في لانترودكسيون جمعنا جوج ا دي بي مع جوج بي اي وعطاتنا جوج ا تي بي اذا اول حاجه في الغليكوليز فانا في هاد الغليكوليز هيا نخليها لك هنايا ربحنا جوج ا تي بي صافي هذا اللاصق ديال الغليكوليز هذا شنو هذا اللاصق ديال الغليكوليز ربحنا جوج ا تي بي متفقين شنو درنا اخر صايبنا واحد جوج جزيئات ديال ان ار دي اش اش بلس شنو هو هذا تبع معايا مزيان بالنسبه للان ار دي اش اش بلس فهما تخيلوا معايا بحال دي طاكسي طاكسيات كاينين وسط لا سيلول هاد الطاكسيات ديال اش ديال الهيدروجين وبالتالي كيتسموا دي ترونسبورتور دي هيدروجين اش كيتسموا كيتسموا دي ترونسبورتور دي هيدروجين كيديروا النقل ديال الهيدروجين ملي غيجيو من الهيدروجين غيجيهم من الجلوكوز تبع معايا مزيان الجزيئه اللي هي النيكوتيناميد واخا اولا ما يسمى بالان ار دي بلس هاد الان ار دي بلس فكيكون طاكسي خاوي فبالتالي خاوي في الشيمي شنو كيكون اليتا اوكسيدي كيكون اليتا اوكسيدي متفقين كيكون طاكسي ما فيه والو ما فيش الهيدروجين فهو كنزيدو الهيدروجين ملي كيجي هاد الهيدروجين هاد الهيدروجين فهو غيجي من الهدم ديال الجلوكوز غيجي من الهدم ديال الجلوكوز كنهدمو الجلوكوز كناخدو ليه الهيدروجين هاد الهيدروجين كنعمرو به هاد لي طاكسي كنحولو ان ار دي بلس اللي هو طاكسي خاوي لطاكسي عامر اللي هو ان ار دي اش اش بلس ان ا دي اش اش بلس طاكسي ولا فيه الهيدروجين ولا عامر بالهيدروجين منين جانا الهيدروجين من هاد الجلوكوز تعرفين كيتسمى ان ا دي اش اش بلس مابقى سميتو ان ا دي بلس ملي كان خاوي كان سميتو ان ا دي بلس ملي ولا الطاكسي عامر ولا ان ا دي اش اش بلس ولا اليتا غيدويت ولا اليتا غيدويت اذا ملي كنتقل من اوكس لغيد في التفاعل شنو هو فهو داك نقولوا درنا ريدوكسيون درنا ريدوكسيون ديال اش ديال لي ترونسبورتور عمرناهم بالهيدروجين انت واش غتكتب لي التفاعل شكل الطوموبيلات بحال هكا لا شنو غادي دير لي غتكتب لي انه ال ان ا دي بلس سبب معايا مزيان ال ان واخا ا دي بلس تعرفين شنو زدناه زدنا جوج ديال الذرات ديال الهيدروجين في الشيمي التفاعلات ما كنكتبوش هيدروجين مي كنكتبو جوج ديال الالكترونات زائد جوج ديال البروتونات واخا شنو هي جوج الكترونات جوج بروتونات راه هي جوج ديال الذرات ديال الهيدروجين اوليو باش نكتبو جوج اش ما عندناش حق هاد جوج الكترونات جوج بروتونات راه هما جوج ذرات ديال الهيدروجين هذه هي جوج اش
وبالتالي شنو كيعطيني هذا الشيء؟ شنو كيعطيني؟ كيعطيني ان ا دي اش اش بلس، ان ا دي اش اش بلس. ها هي الشباب ان ا دي اش اش بلس. كنكونوا صايبنا هذا الترونسبورتر اللي هو على طاب ريدوي. التفاعل اش كيتسمى؟ كيتسمى ريدكسيون. واش كاين العكس ديالو؟ وي كاين، راه كنقدروا نديروا اوكسيداسيون، نرجعوا في المنحى المعاكس. الا مشينا من هنا لهنا فراه حنا كنديروا ريدكسيون، مشينا من هنا لهنا راه حنا كنديروا اوكسيداسيون. متفقين؟ عقل معايا مزيان. في التفاعلات كاملين ديال لا ريسبيراسيون فحنا كنبقاو نديروا غير الريدكسيون. هاد لي ترونسبورتور كنشارجيوهم كنعمروهم بالهيدروجين، كنبقاو نديروا غير الريدكسيون، لا في هذه المرحله ولا في هذه ولا في هذه، في المرحله الاخرى اللي غنديروا اوكسيداسيون غنجي لهاد الشيء من بعد. اذا تعال معايا فحنا غنديروا هاد التفاعل هذا، شوف معايا مزيان. ف جوج ان ا دي بلس غنعمروهم بالهيدروجين غيوليو جوج ان ا دي اش اش بلس. اذا عمرنا جوج طاكسيات، كل طاكسي شحال كيخصو من الهيدروجين؟ كيخصو جوج. حنا عمرنا جوج طاكسيات شحال خصنا من الهيدروجين؟ خصنا اربعه، لان كل طاكسي كيهز جوج ديال الهيدروجين. فجوج ان ا دي بلس غيخصهم جوج ديال الهيدروجين. منين جانا الهيدروجين؟ جانا من الجلوكوز، ملي هدمنا الجلوكوز. لاحظ معايا لاسيد بيروفيك اللي هو شارط في لا رياكسيون شحال فيه من الهيدروجين؟ كل اسيد بيروفيك فيه 3 4، وهذا فيه 3 4. اذا كل اسيد بيروفيك فيه 4 ديال الذرات ديال الهيدروجين، 4 ديال الذرات ديال الهيدروجين كاينين في هذا، و4 ديال الذرات كاينين في هذا الاسيد بيروفيك، المجموع هو 8. شاطوا لي 8 ذرات من الهيدروجين من الهدم ديال الجلوكوز. 12 اللي هما اللي كانوا في الجلوكوز بقاو 8، شحال مشاو؟ مشاو 4. 12 ناقص 8 كتساوي شحال؟ كتساوي 4. هاد الربعه فين مشاو؟ راه هما اللي شارجينا بهم الطاكسيات، شارجينا بهم كل طاكسي عطيناه جوج، وبالتالي تعمرنا جوج ديال لي طاكسي، جوج ديال لي ترونسبورتور. متفقين؟ اذا صايبنا جوج ديال ان ا دي اش اش بلس. متفقين؟ اذا بالنسبه لا تي بي صايبنا لا تي بي كنقولوا درنا فوسفوريلاسيون ديال جوج ديال لي موليكول ديال لا تي بي. عقلتوا معايا مزيان، انتاج الاي تي بي لا برودكسيون د تي بي هي لا فوسفوريلاسيون دو لا تي بي. متفقين؟ وصايبنا جوج ديال ان ا دي اش اش بلس، صايبنا جوج ديال ان ا دي اش اش بلس. كنتكلموا على ايش؟ كنتكلموا على ريدكسيون ديال لي ترونسبورتور، درنا ريدكسيون ديال لي ترونسبورتور. متفقين؟ مزيان. اشنو شاط لينا؟ شاطوا لينا جوج ديال لي زاسيد بيروفيك. تعال معايا غنعطيك التفاعل الاجمالي، مازال غنزيد لك ملخص على الجليكوليز. هاد الجليكوليز شنو خاص يكون عارف عليها اخر؟ انها ما كتحتاجش او2، يعني كطرا في وسط لا هوائي، في ميليو داكور انايروبيك، كطرا في وسط لا هوائي، ميليو انايروبيك، يعني ما غتحتاجش لينا او2، واخا كاينه في لا ريسبيراسيون، لانها كاينه حتى في لا فيرمونطاسيون، لا فيرمونطاسيون ما كطراش فيها، ما كاينش فيها او2 كاع. متفقين؟ اذا لا غليكوليز عامه كطرا في ميليو انايروبيك، الميليو اللي طرات فيه. دابا هاد الغليكوليز فين طرات؟ فين طرات هاد التفاعل هذا؟ فين طرا؟ فهاد التفاعل طرا او نيفو ديال يالو بلازم، هنا في هاد البلاصه الصفراء في الخليه، هنا فين طرا هاد التفاعل هذا. متفقين؟ اذا في لا غليكوليز سو ديغول، سو ديغول كطرا، سو ديغول، اذا هنا كطرا في ميليو انايروبيك، سو ديغول كطرا، سو ديغول دون فين؟ دون لو يالو بلازم، دون لو يالو بلازم، كطرا في اليالو بلازم. متفقين؟ مزيان صافي. اذا شو معايا مزيان، فكطرا في ميليو انايروبيك، كطرا في اليالو بلازم، كنصايبو جوج ا تي بي، كنصايبو جوج ان ا تي اش اش بلس. هادشي اللي خاصني نكون عارف. غنزيدك حاجه وحده، هو التفاعل الاجمالي لا رياكسيون جلوبال. تبع معايا مزيان لا رياكسيون جلوبال، فعندي غنجمع المتفاعلات داكوغ لي رياكتيف، عندي جلوكوز زائد شنو؟ زائد جوج ان ا دي بلس زائد جوج ا دي بي جوج بي، يعني غنكتبهم من هنا، زائد جوج ان ا دي بلس زائد شنو؟ جوج ا دي بي زائد جوج بي. متفقين؟ شنو غيعطيني هاد الشيء؟ غنكتب التفاعل على هاد الشكل، شنو غيعطيني هاد الشيء؟ هاد الشيء غيعطيني، غيشيط ليا من هاد الشيء، الجلوكوز اش غيولي؟ جوج اسيد بيروفيك، اسيد بيروفيك هنا واسيد بيروفيك هنا، لان شدينا داك الجلوكوز هو هذا هو الطباشير، بحال فرتكناه هدمناه شاط ليا منه جوج ديال الطباشيرات، جوج طباشيرات شنا هما؟ كل واحد اسيد بيروفيك، اذا شاطوا ليا دوز اسيد بيروفيك، غنكتب غير لا فورمول ديالهم اللي هي سي اش 3 سي او سي او اش، زائد ماذا؟ زائد جوج ان ا دي اش اش بلس، هاد ان ا دي بلس ولا جوج ان ا دي اش اش بلس، داكوغ؟ زائد ماذا اخر؟ زائد جوج ا تي بي اللي ربحنا.
صافي خويا هذه خاصك تعقل عليها، هاد التفاعل خاصك تعقل عليه صافي، كتسمى لا رياكسيون جلوبال. انا غنسطر لك عليها بشكل جد واضح صافي. ها هي اخويا، ها هي هذه خاصك تعقل عليها، خاصك تعقل عليها، خاصك تعقل عليها مزيان مزيان. اجي لهنا دونك ندير لها بحال هكا، ندير لها بحال هكا بحال هكا بحال هكا بحال هكا، نعاودها من هنايا ومن هنايا صافي. اذا في الجليكوليز التفاعل الاجمالي ديالها هو هذا، كنصايبو فيها جوج ا دي بي وكنديرو ريدكسيون ديال جوج ان ا دي اش بلس، يعني كنصايبوهم كنردوهم من ان ا دي بلس ان ا دي اش بلس، كيطرا في وسط لا هوائي ما كنحتاجوش او دو، وكيطرا او نيفو ديال ليالوبلاست. هذه هي لا جليكوليز. هاد لاسيد بيروفيك من بعد غنشوفو فين غيمشي، غيدخل لهاد الميتوكوندري الا غنكتشفوها دابا. اذا شوف معايا بالنسبه للدوزيام ايتاب ديال لا ريسبيراسيون سيلولير، الدوزيام ايتاب ديال لا ريسبيراسيون بعد ما درنا الجليكوليز فهي الفورماسيون دو لاسيتيل كونزيم. تعال نكتشفوا هاد ايتاب شنو هي، الجليكوليز حيدناها. اذا هاد المرحله اللي هي لا فورماسيون دو لاسيتيل كونزيم فين غادا طرا؟ غادا طرا في لا ميتوكوندري. وهذا عليا. اذا كنا في المرحله الاولى دخلنا الجليكوز فرتكناه دمناه، درنا ليه لا جليكوليز على مستوى اليالوبلازم في داك الليكيد اللي على برا، هاد لاسيد بيروفيك باش نكملوا الهدم ديالو. اذا الجلوكوز هدمنا المره الاولى عطاني جوج اسيد بيروفيك، هاد لاسيد بيروفيك باش نهدمو كيخصنا واحد العضو، واحد لا ماشين اللي كدكدكو شنو هي، اللي هي لا ميتوكوندري. هادي هي لا ميتوكوندري، هي هادي. اذا لاسيد بيروفيك الناتج على هاد الجلوكوز في المرحله الاولى اللي هي لا غليكوليز غادي يدخل فاروجواندغ، غيدخل لواحد لوغانيت سميتو لا ميتوكوندري. هاد لوغانيت هو اللي كيهدم لاسيد بيروفيك داكوغ. اذا باش يهدم لاسيد بيروفيك خصنا نعرفو بعدا هاد الميتوكوندري مناش مكون. فهاد الميتوكوندري عندو واحد الغشه على برا داكوغ، وواحد العضو داير الى قسمناه درنا ليه واحد لاكوب كنشوفوه من الداخل بحال هكا عن طريق لا ميكروسكوبي الكترونيك، كنلقاو فيه واحد لا مومبران اكسترن غشه على برا، وعندو واحد الغشه لداخل. هاد الغشه اللي لداخل سميتو مومبران انتر داكوغ. وداك الغشه اللي لداخل غنسى واحد العيبه هي كاينه هنا، داك الغشه اللي لداخل لاحظ معايا عندو دي زانفاجيناسيون، هداك الغشه اللي لداخل عندو واحد الدخيلات داكوغ. هاد الدخيلات هادو، هاد الدخيلات شيهم، هاد الدخيلات هادي وهادي شكيتسمى، كيتسماو دي كخيت، كيتسماو كخيت اعراف، هما دوك الدخيلات شيهم ديال لا مومبران انتر. شنو كاين اخر؟ كاين هاد ليسباس لي بين لا مومبران انترن و اكسترن، الغشه اللي على برا واللي لداخل بيناتهم واحد ليسباس، واخا هذاك ليسباس اش كيتسمى؟ كيتسمى اسباس، هذا كيتسمى اسباس انتر مومبرانير. شنو بقى ليا؟ داك الشيء اللي لداخل اللي من مورا لا مومبران انترن هو هاد ليسباس هذا اللي بالصفر اللي سميتو لا ماتريس. لاحظ معايا ان هاد لي كخيط هاد الدخيلات هادو اش فيهم؟ واحد الكولاج. اش كيتسماو؟ كيتسماو دي سفير بيدونكولي. هاد لي سفير بيدونكولي كتواجد فيهم واحد لونزيم، كاينه في هاد لي سفير فيهم واحد لونزيم غنكتشفوها في الاليطاب الاخرى، واحد لونزيم سميتها لا تي بي سينتاز او لا سينتيتاز، لا تي بي سينتاز داكوغ. غنشوفوها من بعد هاد لونزيم فين كاينه، في هاد الكرات اللي هما لي سفير بيدونكولي. تعال معايا اكتشفوا هاد لاسيد بيروفيك كيفاش كيتهدم. اذا لاسيد بيروفيك غيدخل لا ميتوكوندري، ها لا ميتوكوندري كبرناها، هاد لاسيد بيروفيك فين غيدخل؟ في لا ميتوكوندري، غيدخل او نيفو ديال اليالوبلازم. اذا هاد المرحله، هاد المرحله تاعنا في لا ماتريس، غيدخل داخل لا ميتوكوندري. فين غادي يدخل؟ غادي يدخل يا شباب لا ماتريس، غيدخل لا ماتريس، هادي هي لا ماتريس شيا، هادي اللي بالصفر هي لا ماتريس. اذا غيدخل هاد لاسيد بيروفيك غيدخل هنا لا ماتريس، هنا فين غيدقدق بابا. علاش؟ حيت في لا ماتريس كاين واحد دو زونزيم برينسيبو حنا غنشوفهم دابا. شو معايا مزيان، هذا هو لاسيد بيروفيك، لاسيد بيروفيك دو فورمول بويت سي اش 3 سي او سي او اش. هاد لاسيد بيروفيك غادي يتشهدم، شو معايا كيفاش غيتشهدم؟ غيجي واحد الانزيم، غيجي واحد الانزيم، انا نكتبو لك هنا هاد الانزيم سميتو، الانزيم الاول سميتو، هاد الانزيم اللي غيجي هي انزيم، غيجي واحد الانزيم اللي سميتو دي كاربوكسيلاز، دي كاربوكسيلاز. هاد ديكاربوكسيلاز اشنا هو؟ هو انزيم كيشفر الكربون. كيفاش غادي يدير هاد ديكاربوكسيلاز؟ فكيشفر الكربون اش كيتسمى لا رياكسيون؟
كتسمى ديكاربوكسيلاسيون. لا رياكسيون كتسمى اون ديكاربوكسيلاسيون. متفقين؟ ديكاربوكسيلاسيون هي انتزاع الكربون، سرقة الكربون. إذا غنصفروا هذا الكربون هذا، داكوغ؟ ها هو غيمشي حالياته، داكوغ؟ وغيخرج على شكل CO2. هاد CO2 غتخرج على شكل CO2. إذا هذه هي لا رياكسيون دو ديكاربوكسيلاسيون كيتطرح فيها CO2. شنو غادي نديرو آخر؟ شنو غادي نديرو آخر؟ فهاد الهيدروجين اللي كتشوف فيه هنا، هاد الهيدروجين اللي خسرناه، هاد الهيدروجين هذا مالو؟ غادي تا هو يتنتازع عن طريق تفاعل آخر، عن طريق واحد التفاعل آخر. هاد التفاعل سميتو، هاد التفاعل سميتو. هادشي دابا حنا فين؟ حنا على مستوى الماتريس، حنا هنا لداخل، داكوغ؟ حنا في الداخل ديال الميتوكوندري. هاد التفاعلات، هاد المرحلة كطرا في هاد البلاصة الصفراء. إلا غنحي هادي وشو معايا مزيان شنو غادي ندير؟ شو معايا مزيان شنو غادي ندير؟ داكوغ؟ شنو بقى لينا؟ فشنو بقى لينا؟ فهاد المرحلة هادي تبع معايا مزيان، هاد المرحلة اللي غادي ندير دابا مهمة. شنو كيطرا؟ كيطرا سكون ابيل، كيدخل ليا واحد الانزيم تاني، اون دوزيام انزيم كي فا انترفونيغ. هاد الانزيم سميتها دي زيدروجيناز، كاين لو مو هيدروجين، واخا كاين لو مو هيدروجين، واخا دي زيدروجيناز. شناهو هاد الانزيم هذا؟ هاد الانزيم انزيم كيشفر الهيدروجين، والتفاعل يسمى ديزيدروجيناسيون. ديزيدروجيناسيون، ديزيدروجيناسيون، متفقين؟ ديزيدروجيناسيون. وتبع معايا مزيان، هاد ديزيدروجيناسيون هي اش كنديرو فيها؟ كنتازعو الهيدروجين، ها الاول وها الثاني، غنتازعوهم بجوج. منين؟ من عند لاسيد بيروريك، وغنتازعو هيدروجين اخر من عند واحد المركب بروتيني سميتو الكو انزيم ا. لوكو انزيم ا، هاد لوكو انزيم ا هو واحد لو كومبلكس انزيماتيك، واحد المجموعه من الانزيمات، واخا اللي هما عندهم واحد الهيدروجين، هو مجموعه من لي كونزيم. داكوغ؟ كو انزيم هي انزيم مساعد كيعاوننا، كيعاون لي زانزيم. داكوغ؟ كو انزيم، انزيم مساعد كو. داكوغ؟ هاد الكونزيم شنو عنده؟ واحد الهيدروجين. وشو معايا شنو غيطرا؟ شو معايا شنو غيطرا؟ فا إلا عقلتو معايا على لو إن أ دي بلوس، داك الطاكسي، متفقين؟ عقلتو على داك الطاكسي ياك؟ ها هو داك الطاكسي، ها هو. شنو عندي؟ عندي ال إن أ دي بلوس، أولا عندي جوج إن أ دي بلوس، عندي جوج إن، حنا غنديرو غير واحد لأن درنا غير رياكسيون وحدة، تبع معايا مزيان. دونك لو إن أ دي بلوس، إن أ دي بلوس، تبع معايا، تبع معايا، تبع معايا مزيان. دونك N A D بلس، اش غيخصو؟ خاصو دوز هيدروجين، ها هو غياخدهم. منين؟ هادي وهادي، داكوغ؟ اش غيولي؟ غيولي في لافورم غيدويت ديالو، غيولي N A D H H بلس. ها ولا عندو شنو؟ ولا عندو داك الهيدروجين، ها هو خداه، داكوغ؟ ولا شنو؟ ولا N A D H H بلس. طاكسي ولا عامر. منين جاو لي زيدروجين؟ من لاسيد بيريفيك الهدم ديالو، عن زائد شفرنا هيدروجين اخر مع ان ا دي اش اش بلس. شكون اللي دار هاد الخدمه؟ هو واحد الانزيم سميتو ديزيدروجيناز. هاد الانزيم اللي هو ديزيدروجيناز شفر هيدروجين من هنا وشفر هيدروجين من هنا وعطاهم لا ان ا دي بلس ولا ان ا دي اش اش بلس. داكوغ؟ اذا فهاد المرحله بشكل ملخص كامل لهاد المرحله هي المرحله الثانيه ديال لا ريسبيراسيون، كطرا فين؟ في لا ماتريس ديال لا ميتوكوندري. داكوغ؟ كيدخلوا فيها جوج انزيمات اللي غيفركشوا هاد لاسيد بيريفيك. الانزيم الاول ديكاربوكسيلاز، كيدير تفاعل سميتو ديكاربوكسيلاسيون، كيشفر الكربون، وملي كيشفر الكربون كيشفر على شكل CO2، CO2 غتنتازع شاج. داكوغ؟ غيجي انزيم ثاني سميتو ديزيدروجيناز، اش كيشفر؟ كيشفر الهيدروجين، ديزيدروجيناسيون، غياخد هاد الهيدروجين وغياخد هاد الهيدروجين، داكوغ؟ وبالتالي لاسيد بيريفيك شنو شاط منه؟ شي هادشي كامل بقى غير CH3CO. داكوغ؟ هاد الهيدروجين اللي من عطيناه ان ا دي بلس ولا ان ا دي اش اش بلس، بقى ليا سي اش 3 سي او، هو هذا سي اش 3 سي او. سي اش 3 سي او اش كيتسمى؟ كيتسمى لاسيتيل، هذا هو المركب الناتج على الهدم ديال لاسيد بيغوبيك. الكو انزيم ا كيجي عند لاسيتيل، داكوغ؟ اذا الكو ا هو هذا، كنسميوه سي اش 3 مع سي او ا اللي هو الكو انزيم ا، كيتسمى اسيتيل كو انزيم ا، داكوغ؟ اذا شاط لينا من الهدم ديال لاسيد بيغوبيك هاد الاسيتيل، داكوغ؟ مزيان، هذا هو المرحلة الثانية، نقدروا نكتبوها على شكل تفاعل، نقدروا نكتبوها على شكل اش؟ على شكل تفاعل، هو اللي غادي ندير هنا بغيافمون، بالزربة بالزربة بالزربة، غنديروا التفاعل هنايا، وتبع معايا مزيان،
تبع معايا مزيان نمسحوا هاد الشيء رابيدوس. يلا شو معايا التفاعل هو كتشال شو معايا مزيان غنش ناخذوا المتفاعلات اللي هو سي اش 3 سي او نكتبوه كما هو هاو CH3CO داكوغ COH هاي COOH زائد شنو زائد لو كوانزيم افيك الاش ديالو هاي كوانزيم A مع داك الهيدروجين اللي كان عنده كان عنده هيدروجين داكوغ زائد شنو اخر NAD بلس هادو هما اللي تفاعلوا زائد NAD بلس زائد NAD بلس داكوغ هادو المتفاعلات اشنو عطاني هادشي سي اش 3 سي او سي او اش ولاو ولا سي اش 3 سي او مابقاش فيه داك سي او اش مشات هادي سي اش 3 سي او داكوغ زائد فين مشى هاد سي او او هاد سي او فين مشى بشكل على شكل سي او 2 طرحناه على شكل سي او 2 طرحناه على شكل سي او 2 هاي زائد سي او 2 زائد شنو اخر هاد الاش وهاد الاش فين مشاو هاد الاش هذا وهاد الاش هذا فين مشاو هاد ان ا دي بلس اذا ولا عندي ان ا دي اش اش بلس داكوغ زيد شنو اخر الكونزيم ا شو معايا مزيان ما بقاش عنده الهيدروجين ما بقاش عنده الهيدروجين اذا نكتبو زائد كونزيم ا داكوغ مزيان اذا هذا هو التفاعل ما نساش واحد القضيه مهمه شنو هي انه راه عندنا دوز اسيد بيروفيك لان الجلوكوز فاش شمينا درنا الهدم ديال الجلوكوز راه عطانا جوج ديال لي زاسيد بيروفيك عطانا جوج ديال لي زاسيد بيروفيك واش متفقين عطانا جوج ديال لي زاسيد بيروفيك كل اسيد بيروفيك داكوغ غيدير هادشي هذا وبالتالي هادشي هاد المرحله في الاخر غنضربها في جوج هادشي كله غنضربو في جوج متفقين مزيان اذا ربحنا ان ا دي اش اش بلس داكوغ وطرحنا سي او 2 داكوغ هذا هو الملخص ديال هاد المرحله متفقين مزيان دوزو المرحلة اللي وراها اللي هي سيكل دو فونس اذا بالنسبه للمرحله الثالثه ديال لا ريسبيراسيون سيلولير اللي هي لو سيكل دو كريبس من بعد ما درنا الجليكوليز اللي حولنا فيها الجلوكوز لياش عقلتوا معايا مزيان حولنا الجلوكوز بالزربه غابي زوين لياش دقدق ولا جوج اسيد بيروفيك اسيد بيروفيك واسيد بيروفيك وكل اسيد بيروفيك تحول الاسيتيل اسيتيل كونزيم ا كل اسيد بيروفيك تحول الاسيتيل كونزيم ا داكوغ هادو هما المراحل اللي درنا الجليكوليز هي هادي وفين طرات طرات في اليالو بلازم برا من الميتوكوندري هادوك لي دو اسيد بيروفيك دخلوا للميتوكوندري في الماتريس وطرات المرحله الثانيه اللي شفنا دابا تحولوا الاسيتيل كونزيم هاد لي اسيتيل كونزيم في الماتريس غيطرا ليهم لو سيكل دو كريبس شو معايا لو سيكل دو كريبس شنو هو دونك اول حاجه هاد لاسيتيل غنرمزو ليه بالسي 2 لان لاسيتيل فيه جوج ديال لي كربون الى عقلتو معايا على لاسيتيل راه هو سي اش 3 سي او وبيان سور معاه لو كو انزيم ا واش معايا مزيان دابا هاد لو سي اش 3 سي او فيه دو كربون دوكو سميناه كومبلكس ا دو اتوم دو كربون سي 2 اذا سي 2 هو لاسيتيل لان فيه جوج ذرات ديال الكربون هاد سي 2 غيتحول لياش لسي 6 كيفاش غيطرا غيطرا ليا اون رياكسيون دو كوندونساسيون شنو غيطرا ليا اون كوندونساسيون غيدخل واحد لونزيم سميتو لا سيترات سانتاز هاد لونزيم غيجمع ليا سي 4 مع سي 2 سي 4 شنو هو هو واحد المركب سميتو لوكزالو اسيتات او لا سميتو لاسيد اوكزالو اوكزالو اسيتيك خويا ما عندك ما دير بسميتو المهم واحد لاسيد اللي هو لاسيد اوكزالو اسيتيك هاد لاسيد اوكزالو اسيتيك اللي هو سي 4 غيندمج مع لاسيتيل اللي هو سي 2 هذا كاين او نيفو دو لا ماتريس هاد سي 4 غيندمج هو هذا سي 4 مركب فيه 4 ذرات كربون زائد جوج زائد فيه جوج ذرات كربون شنو المجموع غيتجمعوا لا كوندونسا ويعطوني مركب فيه 6 ديال الذرات ديال الكربون اللي كيتسمى لاسيد كيتسمى لاسيد سيتريك لاسيد سيتريك او لاسيترات اذا هاد الانزيم اللي هي لاسيد سيتريك سانتاز او لاسيترات سانتاز هاد الانزيم جمع ليا سي 4 مع سي 6 مع سي 2 سي 4 مع سي 2 الناتج هو سي 6 لاسيد سيتريك ما عندك ما دير بالسميه هاد سي 6 غيتعرض دابا للهدم
واش معايا شنو غيطرالي؟ فغنستخرجوا منه CO2، غنشفروا ليه الكربون، غنشفروا ليه شنو؟ غنشفروا ليه الكربون على شكل CO2. إلا عقلتوا معايا هاد لا رياكسيون اش كتسمى؟ ديكاربوكسيلاسيون، تيزير الكربون. شكون اللي دار تالونزيم؟ ديكاربوكسيلاس. متفقين؟ مزيان. كذلك هاد سي 6 إلا شفرنا ليه ذرة ديال الكربون، هاد سي 6 إلا شفرنا ليه ذرة ديال الكربون، شحال غيبقاو فيه؟ غيبقاو فيه 5، متفقين؟ غيبقاو فيه 5. هاد المركب اللي هو سي 5 الى شفرنا ليه ذره ديال الكربون عن طريق لا ديكاربوكسيلاسيون انتزعنا ليه CO2. داكوغ، درنا ديكاربوكسيلاسيون، شحال غيبقى فيه الى شفرنا ليه كربون؟ غيبقاو فيه 4. وبالتالي هاد عاوتاني غيشيط ليا هاد المركب اللي هو سي 4 اللي هو لاسيد اوكسالو اسيتيك، وغيندمج مع اسيتيل واحد اخر وغيبقى يدور السيكل. واش اشنا هي لا رياكسيون اللي شفنا دابا؟ هي انتزاع الكربون. واش السيكل دو كريبس هو عباره فقط عن انتزاع ديال الكربون او لما يسمى بلا رياكسيون دو ديكاربوكسيلاسيون؟ لا، كاينه لا دوزيام رياكسيون اللي هي ديزيدروجيناسيون، انتزاع الهيدروجين اللي شفنا قبيله عاوتاني. انتزاع الهيدروجين، شوف معايا مزيان، الهيدروجين اش كنتازعو باش كنعطيو لمن؟ لي ترونسبورتور لقيتي عليهم، طاكسي خاوي الان ا دي بلس، كنتازعو الهيدروجين، كنعطيو الهيدروجين كيولي الطاكسي عامر. وشوف معايا مزيان، اذا هاد المركبات بشكل عام بلا ما تدخل في لي ديتاي وانا عارف شنو كنقول لانك ما غتحتاجهمش، شنو كيطرا؟ فاوكور ديال السيكل دو كريبس كنشفروا السه ديال الذرات ديال الهيدروجين، كنشفروا السه ديال الذرات ديال الهيدروجين. شوف معايا مزيان، الى عقلتي معايا الان ا دي بلس كيحتاج شحال من هيدروجين؟ كيحتاج جوج ديال الذرات ديال الهيدروجين على شكل دي زيليكترون اي دي بروتون. داكوغ، لكن كتبوها بحال هكا، 2H بلس و 2 إلكترون هي 2H. علاش؟ باش كيتحول لافورم غيدويت ديالو، يعني كنديرو لا غيدكسيون، وغيولي NADH H بلس. متفقين؟ مزيان. دابا كنشفرو حنا ماشي غير جوج، كنشفرو 6. إلا لاحظتي معايا، إلا شفرنا 6 ديال الذرات ديال الهيدروجين، إلا كانوا عندي 6، جوج وجوج وجوج 6، شحال غنصايب؟ شحال غنصايب؟ شحال غندير من تفاعل؟ فغندير التفاعل ثلاثة المرات وغنصايب ثلاثة ديال NADH H بلس، كنصايب ثلاثة ديال NADH H بلس. داكوغ، إذا أنا غنمشي نكتبهم هنايا، إذا كنصايب، أنا غندير هنا البينة، كنصايب ثلاثة ديال الجزيئات ديال لي ترونسبورتور غيدوي NADH H بلس. داكوغ، مزيان، أنا غنمسحها من هنايا لأننا فهمناها، صفرنا من هاد المركبات وخاصة ديال الذرات ديال الهيدروجين. فانا وريتك اشنو درنا بيه، انا وريتك اشنو درنا بيه. تبع معايا مزيان، اشنو كاين اخر؟ اشنو كاين اخر؟ تبع معايا، تبع معايا مزيان. فكاين واحد ترونسبورتر اخر واخا ما كنتوش قلتو ليكم قبيله، سميتو FFAD، سميتو FAD. الاخر NAD، هذا FAD، هذاك نيكوتيناميل N، هذا فلافين F، بجوجو كيجيو من الفيتامين B، لو غروبمون فيتامين بي. هاد الاف ا دي الى زدناه حتى هو جوج ديال الالكترونات وجوج ديال البروتونات على شكل، على شكل شنو؟ على شكل ديزيدروجين، يعني زدنا جوج ديال الذرات ديال الهيدروجين على شكل ديزيلكترون اي دي بروتون، لانه تفاعل. داكوغ، اشنو غيولي؟ غيولي هذا ماشي اف ا دي اش اش بلس، مي كنسميوه اف ا دي اش، اف ا دي اش 2. داكوغ، كيتحول من ليطا اوكسيدي ديالو ليطا غيدويت، وبالتالي التفاعل فهو اون غيدوكسيون. صافي، مزيان. واخا كنشفرو واحد جوج درات ديال الهيدروجين، كنصايبو بيهم مدخونه، كنصايبو غير واحد منهم، اذا كنشارجيو واحد الطاكسي من نوع اخر سميتو اف ا دي اش 2. الطاكسي الاول اللي هو الان ا دي ولا ان ا دي اش اش بلس، صايبنا منو ثلاثه. عمرنا واحد الطاكسي اخر اللي هو الاف ا دي، سي ان ترونسبورتور ديال الهيدروجين، غير السميه ديالو مختلفه، ها هو صايبناه واحد اخر. منين جبنا الهيدروجين؟ من هاد المركبات ديال السيكل دو كريبس. متفقين؟ هادشي اللي خاصك. شحال طرحنا من سي او 2؟ جوج اخويا ديال الجزيئات ديال سي او 2. اشنو بقى لي اخر؟ هاد التفاعلات فيهم اون رياكسيون اللي كتمكنني نصايب لا تي بي، عقلتو على لا تي بي، داكوغ؟ وهو بالاحرى هو جي تي بي اللي كيتصايب هنايا، سي ان غوانوزين ولكن ماشي انادينوزين. انا غنسمي ا تي بي، كيتصايب ليا واحد الجزيئه ديال لا تي بي، بحال لا تي بي، بحال لا بحال جي تي بي، بحال بحال الا تي بي او لا جي تي بي، راه بجوجهم فيهم تي بي 3 فوسفات. اذا هادشي هو اللي خاصني نعقل عليه في السيكل دو كريبس.
D'accord. Et là, le cycle de Krebs, définition d'hélo, ensemble de réactions de décarboxylation, utilisant le carbone, et déshydrogénation, utilisant l'hydrogène. D'accord. Bien. Je nous avons la réaction globale. Ok, trafait, qui est la matrice. Et donc, la réaction globale. La réaction globale. Je suis bien. Concernant la réaction globale. La réaction globale. Il y a le patin. Ça va? Donc, patin arrête la réaction globale. La réaction globale. Ou tu peux aller à Mzien. Tu peux aller à Mzien. D'accord? Enfin, au cours du cycle de Krebs, je vais faire ta vache. La réaction globale, ou ensemble de réactions de décarboxylation et déshydrogénation. La réaction globale du cycle de Krebs. Là, l'équation bilan. Je ne vais rien faire. L'acétyl-coenzyme A, d'accord? Dit l'acétyl, CH3, d'accord? CH3CO, d'accord? Avec notre coenzyme A. Ça fait Zaïd. Zaïd est chino. Zaïd. Lahed l'aïa. Chino qu'il dit l'aïa. Hena, on a qui d'chelir H2O. Mais on a dit que moi, c'est un flèche. Qui d'chel moui, qui d'chel H2O. Qui a trao des réactions d'hydratation, les NNN a fichage ou l'hydrogène. Hena, comme on a kebesh, me kefish, vish NNN dirobion déshydrogénation. Au chou, ma IMZ. وبالتالي انا غنكتبو هنايا ولكن واخا ما ديروش انت ماشي مهم غير بور لو ديتاي بارفوا تقدر تحتاجو ها هو خلي لا رياكسيون احفظها زائد شنو اخر شحال من ان ا دي بلس صايبنا ثلاثة ياك وبالتالي غندير ثلاثة ان ا دي بلس ثلاثة ان ا دي بلس حيت غيتحولوا لثلاثة ان ا دي اش اش بلس زائد شحال من اف ا دي صايبنا اف ا دي اش دو واحد اللي صايبنا غنكتب زائد واحد اف ا دي داكوغ متفقين مزيان هادشي غيتحول لايش هاو لا رياكسيون جلوبال هادو المتفاعلات لي رياكتيف النواتج لي برودوي دابا شنو عندي هذا داكوغ مشى الكوانزيم ا كيولي كوانزيم اش كيطرا ليه الروسيكلاج كيولي يرجع ليه الهيدروجين اللي كان عنده المره الاولى لعقلتو زائد هنا واحد ا دي بي رانسيناه في المتفاعلات لانني غنصايب ا تي بي داكور الان ا دي بلس اش غيولي غيوليو 3 ان غيوليو مشارجين بالهيدروجين 3 ان ا دي اش اش بلس داكور الاف ا دي اش غيولي غيولي اف ا دي اش 2 غيولي اف ا دي اش 2 داكور غيتحول من ليطا اوكسيد ليطا ريدويت يعني درنا ليه ريدكسيون درنا ريدكسيون ديال اف ا دي اش 2 حولنا من اف ا دي اف ا دي اش 2 ودرنا ريدكسيون كذلك ديال ان ا دي اش صافي زائد شنو زائد هاد ا دي بي زائد بي اي اش ولا ا تي بي صافي هادي شنو هي هادي هي لا رياكسيون جلوبال ديال السيكل دو مسيو كريبس ادولف فهنا شباب زائد واحد جوج سي او 2 نسيناهم جوج سي او 2 زائد جوج سي او 2 ما تنساهمش ليا هما كتبناهم هنا نسيناهم في النواتج زائد سي او 2 واخا هنايا سيت جوج اش 2 او داكور اذا سي اش 3 كوا زائد جوج اش 2 او زائد 3 ان ا دي بلس زائد واحد اف ا دي زائد ا دي بي زائد بي اي كيعطيني هاد الحجم هادي هي لا رياكسيون جلوبال الشباب صافي مزيان اذا ندوزو للمرحله الاخرى اللي هي لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف رابيدمون ايوا دابا وصلنا لا ديرنيير ايتاب دابا لا ديرنيير ايتاب اللي هي لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف لا كاتريام ايتاب اللي هي لا كاتريام ايتاب ديال لا ريسبيراسيون سيلولار المرحله الرابعه لان الاولى هي الجليكوليز الثانيه هي الفورماسيون دو لاسيتيل كونزيما الثالثه سيكل دو كريبس والرابعه الفوسفوريلاسيون داكور شو معايا هاد لا فوسفوريلاسيون كيفاش كطرا بلاياش كطرا هاد لا فوسفوريلاسيون الى عقلتي معايا مزيان او كور دو لا غليكوليز او كور دو لا فورماسيون داسيتيل كونزيما او كور ديال سيكل دو كريبس كنا كنصايبو في لي ترونسبورتور كنا كنديرو لا رياكسيون ان ا دي بلس
كتعطينا ال ار دي اش اش بلس و اف ار دي كتعطينا اف ار دي اش بلس. ليش صايبنا هادو؟ راه باش نصرفوهم ال ا تي بي في هاد المرحله. دابا هاد ترونسبورتور هذا غيعطيني اشنو؟ هاد ترونسبورتور ديال الهيدروجين اللي هو ال ار دي اش غيتصرف ليا بثلاثه ا تي بي بحال شي شيك، غنصرفوه لثلاثه ا تي بي، غيعطيني ثلاثه ا تي بي. وباش هذا يولي ثلاثه ا تي بي خاصها طرا لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. كذلك هذا دير بحال شي شيك الاف ار دي اش 2 غيتصرف لياش الجوج ا تي بي. اذا هاد لي ترونسبورتور دابا انا عرفت الدور ديالهم، غطرا ليهم لوكسيداسيون باش يتحولوا ليا ال ا تي بي. دونك شو معايا كيفاش كيطرا، شنو كيطرا باش هما يوليو ا تي بي؟ فاحنا غنديروا ليهم واحد البلان. هاد ان ار دي اش ركز معايا مزيان، لو ان ركز معايا مزيان، الان ا دي اش اش بلس غتشم الاكسيد ديالو، سيو اكسيدو غيت اكسيد. اش غيولي؟ غيولي ان ا دي بلس، غيولي ان ا دي بلس زائد، وغيحرر ليا دوك الالكترونات وداك البروتونات. هاد الهيدروجين اللي عندو هنا، هاد الهيدروجين غيتحرر على شكل دو زيليكترون واخا اي دو بروتون. داكوغ؟ متفقين ياك؟ مزيان. فين غيطرا هادشي؟ او نيفو دو لا مومبران انترن ديال الميتوكوندري. الاكسده ديال هذا غتتم في لا مومبران انترن. لاحظ معايا مزيان، هادي هي لا ميتوكوندري قادشو عليها ياك، هادي هي لا ميتوكوندري ديالنا بالزربه غابيدمون، هادي غابيل، هادي هي لا ميتوكوندري. وهاد لا ميتوكوندري فيها جوج ديال الاغشيه، الغشاء الاول اللي بالزرق، الغشاء اللي هو مومبران اكسترن، والغشاء اللي بالصفر هو اللي كيهمني اللي هو لا مومبران انترن. لان هاد لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف لو سيت المكان ديال هاد المرحله، المكان ديالها هو هادي، هو هادي هادي هادي. شنو هي اللي بالصفر؟ الغشاء اللي بالصفر هو لا مومبران، لا مومبران انترن، سي لو سيت ديال لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. هاد لا مومبران انترن هو اللي فيه لي بروتيين دو لا شين ريسبيراتوار. دابا هاد لا مومبران انترن اللي بالصفر الا قربنا ليه زومينا عليها مزيان، شنو درنا دابا؟ شدينا هاد البارتي اللي بالصفر، شنو درنا؟ وزومينا عليها، درنا ليها واحد زوم، زومينا عليها، لقينا هاد التخربيق هذا. هاد لا مومبران انتر لقينا فيها دي بروتيين اللي كيتسموا لي بروتيين دو لا شين ريسبيراتوار. وهذا هو الفرق بين لا مومبران انتر اللي بالصفر ولا مومبران اكستر اللي بالزرق. لا مومبران اكستر اي بوفر اون بروتيين، لا مومبران انتر اي ريش اون بروتيين، عامره بلي بروتيين. وهذا الشيء علاش عندها ان رول، علاش عامره بلي بروتيين؟ باسكو كدير ليا فيها هاد لي بروتيين هادو اللي هما لي بروتيين دو لا شين ريسبيراتوار، كيتسموا لي بروتيين دو لا شين ريسبيراتوار. اشنو الدور ديال هاد لي بروتيين؟ هو كياكسدوا ليا هاد ان ار دي اش اف ار دي اش، وكيديروا النقل ديال الالكترونات. حنا غنشوفوهم دابا، شوف معايا مزيان. بالنسبه للاف ار دي اش 2 حتى هو نفس الحاجه، هاهو اف ا دي اش 2 اللي هو تخينا هاد، داكوغ؟ تا هو غيتاكسد، تا هو غطرا لي اشنو؟ اوكسيداسيون. هاي كنتكلمو على ياش؟ على اوكسيداسيون. راه اوكسيداسيون اشبابي في المراحل الاولى كانت كطرا ليهم ريدكسيون، دابا العكس كان كيطرا بحال هكا. دابا في المراحل الاولى دابا غيطرا العكس اوكسيداسيون. شوف معايا مزيان، غيولي عندي اف ا دي، ملي غيتاكسد غيولي اف ا دي، وغيحرر ليا دوك الهيدروجين اللي عندو على شكل الكترونات وبروتونات. اذا هادي هي لا رياكسيون اللي غادا طرا. واخا مزيان، تبع معايا تبع معايا تبع معايا، شنو غيطرا دابا؟ هاد الالكترونات غنشوفو المصير ديالو فين غيمشيو، غنبداو بهادو. هاد الالكترونات اللي كانوا عند هادو فين غيمشيو؟ وتبع معايا مزيان. ها هي لا مومبران انترن، هادي سي لا ماتريس، هادي هي لا ماتريس، هي هاد البلاصة داخل لا ماتريس هي شاق، وهادي لا مومبران انترن هي هادي اللي بالصفر، الخط اللي بالصفر، وهاد البارتي هي ليسباس انتر مومبرانير، هو هاد البلايص هادي شاق ليسباس هاد. متفقين؟ اللي بين الغشاء اللي بالزرق والغشاء اللي بالصفر، ليسباس بين الاغشيه اون انتر مومبرانير. وشو معايا مزيان، غيجي ان ار دي اش، الان ار دي اش غتشم الاكسيدي ديالو، تبع معايا مزيان، غيتاكسد. داكوغ؟ اش غيولي؟ اش غيولي ان ار دي اش؟ وشو معايا مزيان، لو ان ار دي اش اش بلس، لو ان ا دي اش اش بلس، غيتاكسد غيولي ان ا دي بلس، ياك هادي هي لا رياكسيون. حرر ليا الكترونات وبروتونات، البروتونات كيبقاو هنا في لاماتريس، داكوغ؟ هما البروتون، لي بروتون غيبقاو في لاماتريس، لي زيليكترون فين غيمشيو؟ شوف معايا مزيان، لي زيليكترون عارفين عند صاحبنا، شكون هو صاحبنا؟ هو لا موليكول ديال او 2، واخا؟ وشوف معايا زويونا، شكون هي هذا؟ ديوكسيجين.
لي زيليكترون غيمشيو على او 2 لي زيليكترون ديال هذا ملي تملا الاكسيد ديالو هاد لي زيليكترون هادو واش معايا كيمشيو عند من كيمشيو عند او 2 داكوغ كذلك لي زيليكترون ديال هذا كيمشيو عند من عند او 2 اذا او 2 هو لاكسيبتور او 2 شكون هو سي لاكسيبتور سي لاكسيبتور غنسمي فينال ان اكسيبتور فينال ديال اش دي زيليكترون هو اخر واحد كياخذ لي زيليكترون علاش حيت باش ياخذ لي زيليكترون خصهم يدوزو عن طريق ان فلو في لامومبران انترن اي تما وغادي من بروتين لبروتين 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 حتى يوصلوا عنده واش معايا مزيان ها انت ها لي زيليكترون ها لي زيليكترون ديال هذا فينا هما هما خداهم هذا لي زيليكترون اللي كانوا عند ان ا دي اش خداهم شكون خداهم الكومبلكس واحد ها انت ها لي زيليكترون تبع معايا مزيان ها الالكترون فينا هو شي ها هو خداه ها الالكترون من بعد هذا الالكترون فين غيمشي هذا غيجي غيوصل هذا الالكترون لهنا دابا هذا الالكترون خصو يمشي عند سي 3 من سي 1 لسي 3 اجي بعد سي 1 وسي 2 سي 3 سي 4 شنو هما لي بروتيين دو لا شين ريسبيراتوار كذلك هادو سو سون دي بروتيين هاد الكي وهاد السيتوكروم سي دي بروتيين دو لا شين ريسبيراتوار شنو هو لو رول ديالو هو لو فلو دي زيليكترون لو ترونسبور دي زيليكترون كيديروا النقل ديال الالكترونات من عند ان ا دي اش لاو 2 ومن عند اف ا دي اش اللي غنشوفو دابا لعند او 2 داكوغ مزيان واش معايا كاين اللي كيسميهم دي كومبلكس انزيماتيك هاد لي زيليكترون غيمشيو من عند هذا لهذا دابا هاد سي 1 وسي 3 ما كيتحركوش في لا مومبران ديكو هاد لا بروتيين اللي هي لوبيكينون هادي سميتها لوبيكينون الكو غتجي غتهز ليا لي زيليكترون وغديهم عند هذا انت من الاخر لي زيليكترون غيدوزو من عند هذا لهذا وغيمشيو من عند هاد سي 3 لعند سي 4 عن طريق كي شكون اللي غيوصلهم هاد السيتوكروم سي هاد اللعيبه هادي دونك غتوصلهم دونك الالكترونات غيبقاو غاديين 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 حتى يوصلوا عند من حتى يوصلوا عند سي 4 داكوغ سي 4 لمن كيعطيهم كيعطيهم الاو 2 راه حدا او 2 داكوغ او 2 شنو غيتحول غيتحول لاش غيتحول لاش غيتحول لاش اش واخا 2 اش 2 زو غيتحول الى ماء غيتحول لاش غيتحول الماء متفقين اذا غيتحول ليا اشنو غيتحول ليا هاد الاو 2 اش 2 زو غندوي على هاد لا رياكسيون من بعد وقتاش غيتحول او 2 اش 2 زو ملي غي اكسبتي دي زيليكترون ملي غيوصلوا دوك لي زيليكترون اذا او 2 ملي كيوصلوا لي زيليكترون يتحول الى اش 2 زو ملي كيجيو لي زيليكترون او 2 من عند الان ار دي من الاكسده ديال ان ار دي اش ومن الاكسده ديال اف ار دي اش شكون اللي كياكسد الان ار دي اش سي لو كومبلكس نيميرو 1 اللي كاين او نيفو دو لا مومبران انترن دو لا ميتوكوندري هذا هو اللي خشفر ليه الالكترونات هذا شفر هذا الالكترونات ديالو وكذلك هذا شفروا لهذا وهذا شفروا لهذا وهذا شفروا لهذا علاش علاش يا شباب شوف معايا مزيان انا غنكتب لك هنايا هنا هذا عنده ان بوتونسييل ريدوكس ديال ناقص 300 ملي فولت داكوغ وهذا او 2 عنده ان بوتونسييل ريدوكس على مزيان لو بوتونسييل ريدوكس ديالاش عنده زائد شي 800 تقريبا و 36 واقيلا ملي فولت داكوغ متفقين دونك هذا شنو هو هذه الفالور ديالاش ديال بي ريدوكس لو بوتونسييل دوكسيدو ريدوكسيون هاد البوتونسييل دوكسيدو ريدكسيون هو اللي كيحكم على ان واحد لا موليكول غتجر لي زيليكترون شكون اللي قوى هذا اللي قوى هذا ضعيف كيمشيو من ان بوتونسييل ريدوكس كرواسان هذا عنده بوتونسييل ريدوكس قليل وهذا اكثر منه وهذا اكثر منه وهذا اكثر منه وهذا اكثر منه وهذا اقوى واحد اذا علاش هذا اخر واحد غياخذ لي زيليكترون لانه عنده لو بوتونسييل ريدوكس لو بلو زيلفي هو لو بلو فور اللي عنده اقوى بوتونسييل ريدوكس كياخذ لي زيليكترون هذا شحال غتلقى عنده غتلقى عنده اكثر من ناقص 300 وهذا كذلك اكثر واخر واحد عنده اكثر البوتونسييل ريدوكس هو او 2 هذاك الشيء علاش هو لاكسيبتور فينا متفقين بشكل ملخص الالكترونات كيمشيو عند اللي عنده بوتونسييل ريدوكس كبر اخر واحد غيبقى ياخذهم ما غيبقى ياخذهم ليتا واحد هو او 2 لان عنده اكبر بوتونسييل ريدوكس متفقين يا شباب مزيان دونك كيمشيو لي زيليكترون سولون ان بوتونسييل ريدوكس كرواسون كمل معايا مزيان اذا هاد لي زيليكترون تماو غادي واش معايا وهما غادي لي زيليكترون كيتماو يطلعوا لي بروتون داكوغ انا غنمحي هاد ناقص 300 لانني باغي نكتب تما انا غنمحي هادي ها هي طق 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 مزيان لانني غنكتب تما الالكترونات فاش كيدوزو بحال الضوء
كيخليو ليا واحد الطاقة، كيخليو ليا واحد الطاقة، علاش؟ شنو هو غيكون هنا؟ شو معايا شو معايا شو معايا مزيان شو معايا شو معايا طاق شنو غيطلعوا ليا هنا؟ غيطلعوا ليا البروتونات اللي كدويت لك عليهم دابا غندوي على هذا. واصلا لا ماتريس عامره بلي بروتون مشارجي بلي بروتون بالاش بلس. هنايا الاش بلس وموجود اخويا الاش بلس، غيطلع الاش بلس لهنا وتبع معايا مزيان، غيطلع ليا الاش بلس شحال؟ غيطلعوا ليا 4 ديال البروتونات، 4 ديال البروتونات اش بلس 4 داكو مزيان. شكون اللي خلاهم يطلعوا؟ هو المرور ديال الالكترونات، لان اصلا لا مومغان انتر لا تسمح بمرور البروتونات الا دازوا لي زيليكترون. علاش؟ لان لي زيليكترون كيخليو طاقه لهذا الكومبلكس واحد باش يدوز لي بروتون. داكو هذا الكومبلكس واحد ما يدوزش لي بروتون من لهنا الا كانت طاقه. شكون اللي غيعطيه الطاقه؟ هو المرور ديال الالكترونات. داكو كذلك هذا الكومبلكس ثلاثه غيدو الكترونات. شو معايا الالكترونات؟ طاق 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 هما غاديين. ملي غيدوزو عليه الالكترونات شنو غيخليو ليه؟ طاقة طاقة خويا طاقة، علاش؟ باش يدوز ليا عاوتاني تا هو يدوز ليا شنو؟ لي بروتون من هنا لهنا. شحال غيدوز تا هو؟ تا هو كيدوز لينا 4، تا هو سخي غيدوز لينا 4 ديال البروتونات. لي زيليكترون باقيين غاديين ها الفلوي طاق 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 غير صعد هذا، هذا تا هو غيدوز لينا البروتونات من هنا لهنا. ملي كيدوزو البروتونات من لا ماتريس فيغ ليسباس انتر مومبرانير، صافي دير من هنا لهنا. شتي ولا لا؟ مزيان مزيان. دونك غيطلعوا ليا لهنا شحال هنايا؟ جوج غيطلعوا، غير جوج، جوج اش بلس. بلا ما تسولني علاش، لان الالكترون كل ما هو غادي كيطلع الفوق، الالكترون كل ما غادي كيضعف كيضعف، الانرجي اللي فيه كتنقص. هنا كتكون فيه بقى انرجي بزاف، هنا كتكون بقى فيه انرجي بزاف، هنا كتقلل. هادو كيعطيهم بزاف الطاقة، كيدوزو بزاف لي بروتون، هادو كيدوزو غير شوية. ما عليك انت الا تفهم ان لي بروتون كيدوزو من الماتريس ليسباس انتر مومبرانير، متفقين؟ مزيان. تشبع معايا تشبع معايا تشبع معايا. لي بروتون دابا هاد البلاصة غتولي شارجي بلو بروتون، لي بروتون غيوليو نكتير. صافي دير الشباب ان لا كونسونتخاسيون ديال لي بروتون هنايا غدا اشنو؟ غدا اشنو شباب؟ غدا اشنو؟ غدا طلع لا كونسونتخاسيون ديال بروتون هنا غطلع، وهنا لا كونسونتراسيون ديال لي بروتون مالها مالها كتنقص. داكوغ؟ علاش؟ لان لي بروتون كيطلعو من هنا لهنا، متفقين؟ مزيان مزيان. صافي دير هادي غتولي شارجي بلي بروتون، وهادي ما غتوليش فيها لي بروتون بزاف. داكوغ؟ مزيان. كيولي ليا ديفيرونس دو كونسونتراسيون ديال لي بروتون، ديفيرونس دو كونسونتراسيون ديال لي بروتون. اش كتسمى هاد القضية؟ اش كتسمى هاد القضية؟ هاد القضية شباب انا غنحي هاد لابارتي، غنحي هاد لابارتي لانني خاصني نكتب فيها، كاين ما يتكتب هنايا، دونك غادي نكتبو هنايا. وتبع معايا مزيان، تبع معايا مزيان. نحيو هاد تخربيق، طق 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 طق. لاحظ معايا، لاحظ معايا مزيان. دونك هنايا شنو غنكتب لك؟ غنكتب لك انه هاد لا ديفيرونس دو كونسونتراسيون ديال لي بروتون. شو معايا؟ لا ماتريس، داكوغ؟ عندي لا ماتريس، هاي لا ماتريس، واخا؟ وعندي ليسباس، وعندي ليسباس، ليسباس انتر، وكمل من عندك انتر مومبرانير، وبيناتهم شنو كاين؟ وبيناتهم كاينه لا مومبران انتر. هنايا عندي لا كونسونتراسيون ديال اش بلوس، اش بلوس طالعة، وهنا عندي لا كونسونتراسيون ديال اش بلوس نازلة. اش كتسمى هاد القضية؟ هاد القضية كتسمى، هاد العيبة هادي كتسمى واخا غراديون. عقل عليها مزيان، كلمة جد مهمة، غراديون. انا كتبتها كبيرة باش تعقل عليها، غراديون. غراديون ديال اش؟ غراديون ديال اش؟ غراديون دو دو بروتون، كيتسمى غراديون دو بروتون. عقل عليها راه مهمة. شنو هو الغراديون دو بروتون؟ هو الفرق في التركيز بين الماتريس و ليسباس انتر مومبرانير. الفرق في التركيز ديال اش؟ ديال لي بروتون. هاد البلاصة عامرة بلي بروتون، هاد البلاصة ما فيهاش، هاد البلاصة قليل فيها لي بروتون، هاد البلاصة عامرة بلي بروتون. متفقين؟ مزيان. شنو غيطرى دابا؟ خاصو يطرى ليكيليبغ، داكوغ؟ خاصو يطرى ليكيليبغ. أنا غنجي وغنشرح لك واحد اللعيبة أخرى. فهمنا الفلو ديال لي بروتون على لي زيليكترون علاش كيمشي بحال هكا. دابا غنحيو هاد التخربيقات هادو، غنحيو هاد التخربيقات، فهمنا هادشي، خاصني نشرح شي لعبة أخرى. تبع معايا مزيان، تبع معايا مزيان، واخا؟ دونك
دونك لان مهمه لاشين ريسبيراتوار تعلم معايا تفهم واحد الحاجه شو معايا مزيان دونك الحاجه اللي غنشرح لك دابا مهمه بلا قياس هانت هاد الاوردر باش يتحول H2O لا رياكسيون هي هادي علاش كيتسمى كتسمى لا رياكسيون ديالاش كتسمى لا ريدكسيون سي اون ريدكسيون ريدكسيون ديالاش ديال O2 O2 طراتي الريدكسيون علاش لانه اكسبتا دي زيليكترون اي دي بروتون شو معايا لا رياكسيون كيفاش كطرا O2 اي O2 كيتزادو جوج ديال الالكترونات عقلتوا معايا منين جاو من الاكسده ديال النواقل ديال لي ترونسبورتير وكيتزادو جوج حوايج اخرى جوج ديال البروتونات جوج ديال اش ديال البروتونات داكور واش كيولي ما ولكن ركز معايا واحد البلان كيولي ما ها انت دابا الماء ركز معايا الماء ها هي جوج اش بلس الماء شحال فيه من هيدروجين فيه جوج ها هي اش دو راه هما هاد شيم هادي هي جوج اش هي اش دو داكور وشحال فيه من او فيه او وحده ها هي او وحده ها هي خويا هاي هذا هو الماء هادي هي ريدكسيون ديال او دو ولكن او اش دو في او وحده سافو دير هنا شحال غنضرب باش تبقى او وحده غنضرب في واحد على جوج شنو كتعني هاد واحد على جوج واحد على جوج او دو كتعني ليا انه هادي هي او اذا او زائد دو اش هي اش دو زو هاد لا رياكسيون كتسمى لا رياكسيون ديال اش ديال ريدكسيون ديال اش دو ديال او دو خاصك ضروري تكون عاقل عليها علاش لان غتحتاجها في الشرح ديال واحد الكراف اللي غيكون عندك في شي وطني غيكون فيه اشنو غتكون فيه هنا لا كونسونطراسيون ديال او دو داكور وفي واحد لو طون دوني غيكون لا كونسونطراسيون ستابل وفي واحد لو طون غتنزل لا كونسونطراسيون ديال اش ديال او دو كونسونطراسيون ديال او دو غتنزل اون فونكسيون دو طون في واحد لو طون تي واحد ملي غيزيدو شي لعيبه باش انا غيزيدو لي ترونسبورتور ان ا دي اش غيقولك اكسبليكي علاش كتنزل او دو شرح ليا في السر غتقول لي لانه كثر لي لا ريدكسيون اي سولون لا رياكسيون سويفونت هادي لا رياكسيون كيفاش تفسر هادشي تبع معايا مزيان هاد الاش بلس هذا غيرجع دابا شنو طرا ليا ديزيكيليبر الاش بلس هنا عامره بلاصه الاش بلس وهاد البلاصه ما فيهاش اش بلس بزاف خاصو يطرا ليا ليكيليبر باش يطرا ليكيليبر خاص الاش بلس يرجع من هنا لهنا المشكله ان لا مومبران انترن ما كتسمحش هادشي الا بوجود الانرجي ما غاش خلي اي امبيرميابل اش بلس مستحيل يرجع لكن ملي كطلع لا كونسونطراسيون ديالو بزاف هاد الاش بلس ملي كطلع لا كونسونطراسيون ديالو يعني ملي كيولي عندي ان غراديون دو بروتون هاد غراديون دو بروتون il permet quoi il permet l'ouverture كيخلي لوفيرتور ديال اش de la sphère pédonculée عرفتي لا سفير بيدونكولي انا جاي ليها دابا لا سفير بيدونكولي هي هادي هي لا سفير بيدونكولي دونك شتي هي هادي سي لا سفير واخا بيدونكولي داكور هاد لا سفير بيدونكولي غتخلي لي بروتون غتشحل هاد لا سفير ملي غيتكريا الكراديون ملي غيولي عندي هنا الاش بلس طالع وهنا نازل سمينا غراديون هاد الكراديون غيخلي الاش بلس يرجع عن طريق لا سفير بيدونكولي داكور شحال غيرجع ديال اش بلس كل ما رجعوا ليا 3 ديال لي بروتون اش بلس داكور كل ما تصنت كاينه عندي هنا واحد لونزيم هاي غندير هنا واحد لونزيم ساكنه هنا هاي كاينه هنا اسميش بابا هاد لونزيم اي سابيل هاي اونزيم باش قال لي اونزيم كي سابيل شنو ATP synthase أو synthetase صافي ديك تصايب الATP إلا عقلتو معايا مزيان باش يتصايب الATP اش خاصني ADP زائد PI داكوغ وباش يتحولو لATP شنو كيخصني كيخصني اي انرجي داكوغ منين غتجيني الانرجي دابا الانرجي كتجيني من الرجوع من الغوتور ديال اش دي بروتون اش بلس هاد الروتور ديال لي بروتون اش بلس عن طريق لا سفير بيدونكو اللي كيعطيني واحد الطاقه اللي كيخلي هاد الانزيم شنو يدير هاد الانزيم تبع معايا مزيان كيجمع ا دي بي معايا مع بي شاو لي لا
واش كاين الضم؟ كاين الضم ا تي بي. ما تسلمش فهمتي. غتقول لي الاف ار دي اش راه نفس الحاجه، غير الاف ار دي اش كولي كي اكسدو، كي اكسدو تخينا اللي حاضر عليه. الان ار دي اش كيجي هنا داكوغ، والاف ار دي اش كيجي هنايا، كيجي هنا. شنو غيطرى الاف ار دي اش؟ ها انت ركز معايا، ها هو ها الاف ار دي اش كيتحول من اف ا دي اش 2 لايش الاف ار دي، عرفت على لا رياكسيون، وغيحرر لي تاهو دي زيليكترون اللي غيمشيو في نفس الطريق، غيمشيو عند هاد الاوبيكينون اللي غتعطيه السي 3. دابا هاد خينا هذا خدام غير مع السي 3، كيجيب لي لي زيليكترون، كيجيب لي لي زيليكترون مع السي 1 اللي خداهم مع ان ا دي اش، وكيجيب لي لي زيليكترون مع السي 2 اللي خداهم السي 2 مع دمن خداهم مع اف ا دي اش. لي زيليكترون غيمشيو في نفس الملحه من بعد، غيمشيو عند من عند اقوى واحد اللي كيشد الالكترونات هو الاو 2. علاش؟ اش كنسميو؟ كنسميو اكسبتر فينال، اخر واحد كياخذ لي زيليكترون، لان عنده بوتونسيال ريدوكس بلوز الفي. الا عقلتو عليه شحال؟ بلوز 800 واخا 36 ميلي فولت. داكوغ؟ متفقين؟ مزيان. الالكترونات كيمشيو مع اقل بوتونسيال ريدوكس الاكبر بوتونسيال ريدوكس، متفقين؟ وهو تصايب لا تي بي. دابا الغيزومي، الغيزومي ديال التخربيق كامل، انا كنكتب لك المراحل غتلقاهم صافين مكتوبين دابا هنايا. المرحلة الأولى شناهي هي؟ هي لوكسيداسيون، واخا لوكسيداسيون ديال لي ترونسبورتور ان ار دي اش اف ار دي اش، لوكسيداسيون ديالو. ثاني حاجة هي الفلو ديال لي زيليكترون، لي زيليكترون كينتقلوا طاق 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 طاق، تيوصلوا عند من عند او 2. فلو دي زيليكترون، واخا كتب 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 نوطي، افيك ريدكسيون ديال او 2 اون اش 2 او، سولون لا رياكسيون طاق، ان دومي او 2 زائد 2 زيليكترون دو بروتون كيعطيني اش 2 او، داكوغ؟ بومباج دي بروتون، بومباج دي بروتون، داكوغ؟ بومباج دي بروتون، لي بروتون ملي كيتبومباو منين؟ دو لا ماتريس فيغ ليسباس انتر مومبرانير، كيمشيو من هنا لهنا. هاد البلاصة كتولي عامرة بلي بروتون، كيتسمى فورماسيون دان غراديون دو بروتون. هاد غراديون دو بروتون، واخا إل بيرمي لو روتور ديال الأش بلوس عن طريق لا سيربيدونكولي، كتشحل لا سيربيدونكولي، وكتخلي الأش بلوس يرجع من هنا لهنا. كل ما رجعو ثلاثة أش بلوس، كل ما هاد الانزيم اللي هو لا تي بي سينتاز كيستغل ديك لينيرجي ديال الغوتور ديال لي بروتون، كيستغل ديك لينيرجي باش يرجع للبروتون، وكيدير الكوبلاج ديال الا دي بي زائد بي اي، وكيصايب الا تي بي. في التمارين ديال الوطنيه شنو غيكون عندك؟ وهنا كيكون صايب لا تي بي، غيكون عندك دي زينيبيتور، شي حاجه مثلا كتبلوكي لك السي واحد وما غيبقاش خدام السي واحد. بحالاش؟ بحال الغوتينون مثلا، راه عمرها تحطات لا غوتينون، داكوغ؟ ما غيبقاش يتصايب لا تي بي. ولكن الكومبلكس 2 راه غيصايب شويه الاي تي بي، لان الكومبلكس 2 ما عندوش علاقه بهذا، لي زيليكترون غيمشيو من هنا غير ديال الان ار دي اش اللي ما غيمشيوش، لان هذا ما خدامش. يقدر يعطيك مثلا، يعطيك مثلا شي انتيبيوتيك كي انيب لو سي 3 داكوغ، بحال لونتيميسين، بحال لونتيميسين داكوغ، غتبلوكي ليا سي 3، سي 3 ما غيخدمش، يعني لي زيليكترون غيوصلوا هنا غيحبسوا، يعني الاي تي بي ما غاديش يتصايب. داكوغ؟ يقدر يعطيك شنو؟ شي حاجه كتبلوكي السي 4، بحالاش؟ بحال واحد الغاز ولا واحد الماده اللي هي السيانور، او لا السي او، الغاز اللي هو السي او، المونوكسيد ديال الكربون او لا السيانور، كيحبسوا السي 4 ما كيخلوش يخدم، يعني الالكترونات غيتبلوكاو وما غيبقاوش يدوزو، يعني او 2 ما غيتحولش اش 2 او، يعني في التمرين غتبقى كونسونطراسيون ديال او 2 كتبقى ستابل ما غتبقاش تنزل، لانه ما كيتكونسوماش، لانه ما غيوصلش الالكترونات، الا ما وصلش الالكترونات ما غيتحولش اش 2 او. يقدر يعطيك شنو؟ ان ديكوبلون بحال الاف سي سي بي، داكوغ؟ يقدر يعطيك حاجه اخرى، مثلا لوليغوميسين، واحد الماده ما كتخليش ا تي بي سينتاز تخدم، داكوغ؟ سافو ديغ شنو؟ ان لا سيربيدونكولي الروتور ديال لي بروتون، واخا هنا ما غيوقعش، او لا لونزيم اللي هي لا تي بي سينتاز ما غاداش تخدم، يعني ال ا تي بي ما غاديش يتصاي، داكوغ؟ متفقين هادشي اللي عندكم. دونك دابا تعال معايا نشوفو لا فيرمونتاسيون اللي هي لا فوا انيروبيك، طريقه ثانيه اللي ما كتحتاجش او 2 داكوغ. لا فيرمونطاسيون فيها غير جوج ديال لي زيتاب، بار كونتر لا ريسبيراسيون شفنا فيها اربعه، وهاد لا بروميير ايتاب ديالها بحالها بحال لا بروميير ايتاب ديال لا ريسبيراسيون. هذاك الشيء علاش كنقولوا ان لا غليكوليز ايت اون ايتاب كومون، نفس الحاجه داكوغ. دونك هاد لا غليكوليز راه قريناها، شفنا ان الجلوكوز كيتهرس لجوج اسيد بيروفيك افيك فورماسيون ديال جوج NADH H+, جوج NAD+, غيولي جوج NADH H+, كنصايبو جوج NADH H+, وكنصايبو جوج ATP.
وهذا الجلوكوز كيتحول لجوج اسيد بيروفيك. هذا الاسيد بيروفيك في لا ريسبيراسيون ملي كتكون لا ميتوكوندري كيكون او 2 كيدخل لا ميتوكوندري باش يكمل لا ديغراداسيون ديالو. الا ما كايناش لا ميتوكوندري فيها شي بروبليم اولا ما كاينش او 2 داكور، شنو كيدير هذا الاسيد بيروفيك؟ كيبقى في اليالوبلازم. عرفتوا اليالوبلازم؟ لا غليكوليز سو ديرول او نيفو ديال اش ديال اليالوبلازم اولا كنسميوه سيتوزول داكور، اولا جينيرالمون سيتوبلازم حتى هي صحيحه داكور. دونك لو سيتوزول يعني كيبقى او نيفو ديال لا سيلول، كيبقى او نيفو ديال اش، ها هي لا سيلول ديالنا، هذه هي لا سيلول داكور. كيبقى فين؟ كيبقى هنايا. الجلوكوز كيدخل هنا ما غيدخلش ديك الميتوكوندري كاع، ديك لا ميتوكوندري ما غيدورش بها، غيبقى غير هنا في اليالوبلازم. كلشي غيطرى هنا، لا فيرمونطاسيون كلها فين كطرى؟ او نيفو ديال اليالوبلازم كلها كطرى هنا. اذا هاد لاسيد بيروفيك لا دوزيام ايتاب ديال لا فيرمونطاسيون هي لا كونفيرسيون دو لاسيد بيروفيك. غيتحول لاسيد بيروفيك لاياش لديشي اورغانيك، ريزيدو اورغانيك لي سوا كيكون لاسيد لاكتيك سوا ايثانول. حنا غنشوفو لا رياكسيون كيفاش كطرى. الا تحول ليا لاسيد بيروفيك في اليالوبلازم اسيد لاكتيك، ف لا فيرمونطاسيون، لا فيرمونطاسيون غادي تسمى فيرمونطاسيون، ركز معايا مزيان، فيرمونطاسيون اشنو؟ فيرمونطاسيون لاكتيك. الا كان لو ديشي ديال لا فيرمونطاسيون اسيد لاكتيك فراه فيرمونطاسيون غتسمى لاكتيك. الا كان لاسيد بيروفيك حولناه لايثانول، راه هي هي هادي هي هادي. الا تحول لايثانول فلا فيرمونطاسيون سيت فوا سي غتسمى اون فيرمونطاسيون ايتيليك اولا جينيرالمون نسميوها الكوليك، الكوليك داكور. نادي فيرمونطاسيون لاكتيك الى كان لاسيد لاكتيك، فيرمونطاسيون الكوليك الى كان ليتانول. ورا يا غطرا هادي يا غطرا هادي. مثلا شكون اللي كيدير لا الفيرمونطاسيون لاكتيك؟ مثال غتشوفو في الدار الثاني شكون؟ غنشوفو لي سيلول كمثال، لي سيلول موسكولير، لي سيلول موسكولير الخلايا ديال العضله كيديروا هاد لا فيرمونطاسيون لاكتيك ملي ما كيكونش او 2. مثال اخر لي باكتيري، اش من لي باكتيري؟ لي باكتيري لاكتيك، الباكتيريات اللي كيكونوا في الحليب حتى هما كيديروها، كيديروا لا فيرمونطاسيون لاكتيك الى اخره. شكون اللي كيدير لا فيرمونطاسيون الكوليك؟ كمثال لي لوفور الخمائر، لي لوفور كيديروا الفيرمونطاسيون الكوليك داكور. مزيان دابا ركز معايا في الجليكوليز. هاد الجلوكوز شحال عطاني اسيد بيروفيك؟ عطاني جوج، يعني هاد لا رياكسيون راه غنضربها في الاخر في جوج، متفقين؟ الا بغيتي الديتاي. دونك كيفاش كيتحول لاسيد بيروفيك لاسيد لاكتيك؟ وقتاش كطرى هادي وقتاش كطرى هادي؟ الا كنا في لي سيلول موسكولار كاين لونزيم اللي غيخلي لاسيد بيروفيك يتحول لاسيد لاكتيك داكور. اما الا كنا في لي لوفور هاد لاسيد بيروفيك كيتحول لايثانول، لانه كاين لونزيم اللي غيحولو لايثانول داكور. دونك على حساب لونزيم اللي كاين، هذاك الشيء علاش كطرى كاين رياكسيون ماشي كطرى وحده اخرى. الا كاين عندي هنا لونزيم اللي كيحول هذه لهذه فغطرى هذه، الا عندي لونزيم اللي كيصايب ليثانول فغنديرو لا فيرمونطاسيون الكوليك. وتبع معايا دابا نبداو بهذا، لاحظ معايا مزيان، لاحظ معايا مزيان، شو معايا لاسيد بيروفيك هو سي اش 3 سي او سي واش باش يتحول اسيد لاكتيك. شنو هو الفرق؟ الفرق لاحظ معايا، لاحظ معايا، لاحظ معايا، هو هذا الهيدروجين هذا وهاد الهيدروجين هذا، بانت لك ولا لا؟ ها انت راه هاد الشيء اللي بالبيض هو هاد الشيء اللي بالبيض، راه لاسيد بيروفيك هو هذا الشيء زايد غير جوج اش، يعني شنو طرا؟ لاسيد بيروفيك زدنا دوز هيدروجين شنو طرات؟ ريدكسيون، درنا ليه ريدكسيون، اكتسب دي زيليكترون اي دي بروتون، اكتسب الهيدروجين. منين جا هاد الهيدروجين؟ جا من لي ترونسبورتور هادو، شتي ها الهيدروجين فين هو؟ ها الهيدروجين فين هو؟ داكور؟ دونك شنو طرا؟ هاد الان ار دي اش اللي تصايب في الجليكوليز ياك اللي طرات ليه لا ريدكسيون، غيجي دابا غطرى ليه لوكسيداسيون. وشو معايا مزيان؟ غطرى ليه لوكسيداسيون، سافو دير، سافو دير، سافو دير، شو معايا؟ شو معايا؟ شو معايا بطل؟ شو معايا؟ ان ا دي اش اش بلس، ان ا دي اش اش بلس، هذا ان ا دي اش اش بلس داكور. غنأكسدو، شنو غنديرو ليه؟ غادي الاكس دو، اش غيولي؟ غيولي ان ا دي بلس، غيولي ان ا دي بلس داكور، غيولي ان ا دي بلس. واش حنايا متفقين؟ كيبان لكم هادشي يا شباب. وشو معايا شنو غيطرى؟ خدينا لي داك الهيدروجين، هاد الهيدروجين هذا 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 فين مشى؟ واخا عطيناه لاسيد بيروفيك ولا اسيد لاكتيك، ها فين ولا داك الهيدروجين؟
دونك هاد جوج لي هيدروجين زدناهم هنا، زدنا واحد هنايا وزدنا واحد هنايا، دوكو ولا عندي لاسيد لاكتيك. داكوغ، صافي دي لا رياكسيون. متفقين؟ هادي هي لا رياكسيون. عارك ليا لا دوزيام رياكسيون. نوع تشين فيرمونتاسيون ولا فيرمونتاسيون الكوليك. شنو كيطرا؟ نفس الحاجة، داك ال ان ا دي اش اش بليس لي تصيفاياش لي تصيف الجليكوليز، غيجي عاوتاني غيخدم خدمتو. هاو شنو غيطرا ليه؟ شنو غيطرا ليه؟ اوكسيداسيون، غيتأكسد. داكوغ؟ غيتحول من ان ا دي اش 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 بليس. ليش غيتحول؟ شنو غيولي؟ غيولي ان ا دي بليس، غيولي ان ا دي بليس، يعني غيتأكسد. داكوغ؟ غيتأكسد الشباب. فين مشى داك الهيدروجين؟ هاد الهيدروجين وهذا هما فين مشاو؟ هما هادو شي جوج اش، هاد جوج اش هما فين مشاو؟ مشاو لصقو في لاسيد بيروفيك. ولكن كون لصقو غطرا نفس لا رياكسيون غيصيب لاسيد لاكتيك. شنو طرا اخر؟ طرات ليا اون ديكاربوكسيلاسيون. هاد جوج شو معايا هاد جوج هادو هاد سي او او شنو طرا ليهم؟ شو معايا؟ شو طق 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 سي او 2. هذا واش ماشي هو سي او 2؟ هذا هو سي او 2. داكوغ؟ شنو طرات؟ اون ديكاربوكسيلاسيون. طرات ليا اون ديكاربوكسيلاسيون، تشاز هنا الكربون ومعاه دوز اوكسيجين. تعال نفيريفيو دابا واش هادي هي هادي. الى لاسيد بيريفيك حيدنا ليه سي او 2 يعني سي او او، وزدناه جوج اش. فين زدناه جوج ديك جوج اش؟ ها هي غنزيدها هنا. لاحظ زيد اش 2 هنايا، ها جوج ديال اش زيدهم هنا. شنو غيطرا؟ سي اش 3 ها هي سي اش 2، ها اش 2 جاتني من عند هذا. داكوغ؟ او اش نصل هذا لانه مشى، علاش كان سي او 2؟ اذا الفرق بين الفيرمونتاسيون الكوليك واللاكتيك هو هاد ديكاربوكسيلاسيون اللي زايده او نيفو ديال الفيرمونتاسيون الكوليك. داكوغ؟ اذا لا فيرمونتاسيون لاكتيك كيتصايب لاسيد لاكتيك، الفيرمونتاسيون الكوليك كيتصايب ليا ليتانول. داكوغ؟ هذه هي لا فيرمونتاسيون. وكثر في ميليو انايروبيك، اهم حاجه كثر في ميليو انايروبيك، يعني ما غاتحتاجش ليا او 2. هاد لي رياكسيون ما كيحتاجوش او 2، يعني دي رياكسيون كلهم انايروبيك، لا الجليكوليز ولا الكونفيرسيون لاسيد بيروفيك. يا الالكوليك يا اللاكتيك، الفرق بيناتهم هو اشنو؟ سي او 2 اللي كيفاياش الفيرمونتاسيون الكوليك، هادي هي لا فيرمونتاسيون. داكوغ؟ هاد لا فيرمونتاسيون شباب شحال كتصايب ليا من ا تي بي؟ غتصايب ليا غير جوج. هاد الجوج اللي تصايبو او نيفو ديال اش؟ ديال لا جليكوليز. داكوغ؟ اللي تصايبو او نيفو الجليكوليز، جوج ا تي بي اللي عندي فقط في الفيرمونتاسيون. اذا لا فيرمونتاسيون بيرمي لا سينتيز دو دوز ا تي بي. داكوغ؟ اون ابسونس توتال ديال اش؟ ديال او 2. داكوغ؟ لي رياكسيون كلهم سو ديرول او نيفو ديال اش؟ ديال ليالو يا لو بلازم، وكنكونو سالينا لا فيرمونتاسيون. صافي؟ اذا قالت لنا مرحله اخيره اللي هي لو بيلون ديال لا تي بي. البيلون ديال لا تي بي شحال العدد ديال جزيئات الا تي بي اللي كتصايب عن طريق لا ريسبيراسيون. تعالوا نكتشفوا هنايا. كتعرفوا ان لا ريسبيراسيون فيها اربعه المراحل، الاولى هي الجليكوليز، الثانيه فورماسيون دو لاسيتيل كونزيما، الثالثه السيكل دو كريبس، والرابعه هي الفوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. انطلاقا من جزيئه ديال الجلوكوز شحال غنصايب ديال لا تي بي الا درت لها لا ريسبيراسيون؟ الجلوكوز كنعرفوا في الجليكوليز كيتحول لجوج اسيد بيروفيك. داكوغ؟ اذا الجلوكوز كيتحول لجوج ديال لي موليكول ديال اسيد بيروفيك. وفاش كيتحول الجلوكوز لجوج اسيد بيروفيك كنصايبو جوج ديال ان ا دي اش اش بلس. داكوغ؟ وكنصايبو جوج ديال جزيئات ديال ا تي بي. شحال شفناه ملي كنحول لاسيد بيروفيك لاسيتيل كونزيما كنصايب شحال من ان ا دي اش؟ كنصايب واحد. وكذلك هنا غنصايب ان ا دي اش واحد اخر، لانه الجلوكوز عطاني جوج اسيد بيروفيك، وكل اسيد بيروفيك غيتحول لاسيتيل كونزيما. داكوغ؟ سي او 2 ما عندي ما ندير به. وكل اسيتيل كونزيما داكوغ غيطرا لي ان سيكل دو كريبس، ديغراداسيون باغ لو سيكل دو كريبس. كل سيكل دو كريبس كنصايبو به 3 ان ا دي اش اش بلس، كنصايبو به 1 اف ا دي اش 2، وكنصايبو به جزيئه ديال ا تي بي. داكوغ؟ كذلك سيكل دو كريبس اللي جاي من هاد لاسيتيل كونزيما كنصايبو به 3 ان ا دي اش، 1 اف ا دي اش، 1 ا تي بي. صافي؟ دونك شحال العدد الاجمالي لجزيئات ا تي بي؟ ساشون كو خاصك تعرف انه كل اف ا دي اش 2 غطرا ليه لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف كيعطيني جوج ا تي بي، وكل ان ا دي اش اش بلس غيتصرف بثلاثة ا تي بي. شنو هي غيتصرف؟ غطرا ليه لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. باش نحولوا هادو ل ا تي بي كطرا لا فوسفوريلاسيون. وقول لي دابا شحال غنصايبو؟ شحال عندي من ا تي بي؟ شوف معايا مزيان، جوج ا تي بي في الجليكوليز ياك ولا لا؟ زائد
ATP ديال السيك دو كريبس و ATP ديال السيك دو كريبس. المجموع شحال هو 4 ATP، هما مصايبين بلا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف، بلا ما طرا هاد اللعيبه هادي، بلا ما نصرفوا لي ترونسبورتور، راه حنا مصايبين 4. داكور، شحال عندي من NADH؟ ها جوج، داكور، 3 4 5 6 7 8 9 10. داكور، عندي 10 ديال NADH H+، 10 10 NADH H+. داكور، وشحال عندي من FADH2؟ ها انت عندي واحد هنايا وواحد هنايا. شحال عندي من NADH2؟ عندي جوج. وتعال نحسبوا دابا واحد الكالكول اللي هو تري تري سامبل. كل NADH كيعطيني 3 ATP. صافي دير هذا شحال يعطيني 10 NADH يعطيني ATP. بيان سور غيعطوني شحال؟ غيعطوني 30. ملي جبتها أستاذ ساهلة صافي ريكل دو 3. كل NADH كيعطي كل واحد كيعطي 3. 10 من هاد NADH يعطيني ATP يعطيني 30، لأنني فشحال غنضرب؟ غنضرب في 3، لأن كل واحد كيعطي 3. الـ FADH2 شحال كيعطي؟ FADH2 كل واحد كيعطي 2 ATP. داكوغ؟ يعني شحال غنضرب؟ غنضرب في جوج. هادشي غنضربو في جوج، علاش؟ جوج FADH2 شحال غيعطيوني ATP؟ إلا واحد غيعطي جوج، جوج غيعطيو 4، دونك حسابي هذا شحال؟ 4 ATP. إذا التوتال أخويا، التوتال 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 شحال؟ لو توتال شحال؟ هو 30 زائد 4 34. هذا 34 باش تصايباش؟ تصايباش بلا فوسفوريلاسيون أوكسيداتيف، بالتصراف ديال NADH و FADH2. داكوغ؟ والATP هذا اللي تصايب ديريكتومون منين جا؟ جا من جوج من الجليكوليز وجوج من كل سيك دو كريبس، كل سيك دو كريبس تعطيني واحد. صافي؟ التوتال هو شحال؟ 34 و 4 هي 38، هي 38 ATP اللي كتصايب لا ريسبيراسيون. هي هذي منين جات؟ تقدر تلقى باغفوا مكتوبة 36 ATP. داكوغ؟ هاد 36 بعض الخلايا كيصايبو غير 36. لانهم ما كيستغلوش هذا ان ا دي اش هذا ديال الجليكوليز مزيان، لانه ما كيبغي يدخل الميتوكوندري باش يتصرف، كيطرا واحد البروبليم كيتسموا لي نافيت. داكوغ؟ ما عندكمش تقريبا في البروغرام ما غيسولكمش عليهم. صافي، دونك التوتال هو 38. صافي، بالنسبه لا فيرمونطاسيون، البيلون هذا ديالاش؟ هذا البيلون ديال لا ريسبيراسيون. البيلون ديال لا ريسبيراسيون هو 38. لا فيرمونطاسيون شحال كتعطي؟ لا فيرمونطاسيون، لا فيرمونطاسيون راه شفناها كتعطي غير جوج ATP. سالينا، لانها ما فيهاش فوسفوريلاسيون، كيتصايبو جوج ATP في الجليكوليز هي اللي كتبقى مصايبه. صافي، هذا كونسيرنون لو بيلون، حنا سالينا البيلون ديال اش؟ ديال ATP. دونك اخر بارتي في الدرس هي شنو؟ هي لو بيلون انرجيتيك او لو سكون ابل لو روندمون، المردود الطاقي، لو روندمون انرجيتيك. داكوغ؟ هي شحال ديال الطاقه استخرجنا من داك الجلوكوز. حنا شنو درنا الجلوكوز؟ شنو درنا الجلوكوز؟ الجلوكوز عرضناه لياش؟ عرضناه لأون ديغراداسيون. أون كوا؟ أون ديغراداسيون، عرضناه لديغراداسيون. داكوغ؟ هاد لا ديغراداسيون فيها جوج، فيها وحدة ديغراداسيون أيغوبيك أو دو، وفيها وحدة ديغراداسيون أنايغوبيك أون أبسونس ديال أو دو. يعني وحدة أيغوبيك بلا ريسبيراسيون، وحدة أنايغوبيك بلا فيرمونطاسيون. شحال فيه هو ديال الطاقة هاد الجلوكوز؟ باش هدمنا باش نستخرجوا هاد 2860 كيلو جول ديال الطاقه اللي فيه. كل جزيئه جلوكوز فيها 2860 كيلو جول. هرسناها شحال شحال ربحنا ديال الATP وشحال المردود شحال ربحنا؟ داكوغ؟ انطلاقا يعني شحال استخرجنا من كيلو جول ربحناها؟ ربحناها انطلاقا من 2860، واش خرجناها كامله ولا غير واحد البورسونتاج؟ يعني بغيت نعرف البورسونتاج ديال الانرجي اللي استخرجنا من اش؟ من الجلوكوز. شوف معايا مزيان، خاصك تعرف جوج معلومات دي كونستونت هادو خصهم يكونوا عندك. ان كل جزيئه الجلوكوز فيها 2860 كيلو جول كطاقه كامله، اون انرجي او ماغازيني. وخاصك تعرف ان كل جزيئه الATP فيها 30.5 كيلو جول. الا كانوا عندي هاد الجوج نقدر نحسب لو روندمون. هاد لو روندمون راه ما كيتبدلش، راه ديما بحال هكا، وطريقه الحساب ديالو هي هادي. لو روندمون دو لا ريسبيراسيون، اش كنجي ندير؟ لا ريسبيراسيون شحال كتحمل من ATP؟ ربحت 38 ATP، إلا كانت 36 ATP في التمرين، دير 36 خدم بها، ربحت 38 ATP. هاد 38 كنمشي نضربها في شحال؟ في 30.5، علاش؟ باش نعرف 38 ATP شحال فيها من كيلو جول. إلا كان كل ATP فيه 30.5، ف 38 ATP فيها واحد العدد ديال لي كيلو جول، باش نعرفها خصني نضرب 30.5. ساهلة.
وغنقسم عليا شحال الطوطال اللي هو 2860 داكور. غنقسم على الطوطال ديال الانرجي اللي كاينه في الجليكوز. دونك هنايا عرفت الاتي 38 اتي بي شحال فيها في كيلو جول، غتعطيها ليا هنا وغنقسم على الطوطال اللي هو 2860 كيلو جول اللي كاينه في الاتي اللي كاينه في الجليكوز. شحال خرجت ليا؟ 40.5. صافي ديك الطاقه اللي استخرجت من الجليكوز استخرجت من 100% ديال الطاقه اللي فيه، من 100% ديال اش ديال الانرجي اللي فيه، خرجت 40.5% عن طريق اشنو؟ عن طريق لا ريسبيراسيون داكو، عن طريق لا فيرمونطاسيون. تعال شوف شحال خاص تخرج الى الجلوكوز هرسو ديك ديكشو عن طريق لا فيرمونطاسيون، شحال بورسونتاج ديال الانرجي اللي غنخرج الى عرفتي ان الفيرمونطاسيون كتصايب لي غير جوج اي بي. جوج غنضربها في 30.5 لان كل اي تي بي في 30.5، جوج اي تي بي شحال فيها داكو؟ فيها هذه في هذه الله اعلم. نقسم عليها على الطوطال اللي هو 2860 كيلو جول ديال العدد ديال الانرجي اللي كاين فياش اللي كاين في الجلوكوز، غنلقى هي 2.13%. يعني الى هرست الجلوكوز عن طريق لا فيرمونطاسيون يلا كنستخرج 2.13% ديال الطاقه. متفقين؟ هذا هو البيلون انرجيتيك ديال ريسبيراسيون 40.5، الروندمون باردون 40.5، والروندمون انرجيتيك ديال الفيرمونطاسيون هو 2.13. وبهذا كيكون انتهى الكور كامل ديال لا تي بي. الله يعاون.